وتنضم إلينا من رام الله عبر الهاتف ولاء السلامين مراسلة القاهرة الأخبارية. أهلا بك ولاء. أهلا بكم. إذن بداية ولاء، هل لك أن تصفي لنا تفاصيل ما يحدث الآن في مدينة نابلس؟ يعني بتحديد يوم أمس كانت قوات الاحتلال اقتحمت المنطقة الشرقية من مندلعة في نابلس، فيما اندلعت اشتباكات مسلحة بين المقاومين الفلسطينيين وأيضا قوات الاحتلال. بعد ذلك قامت بوجود تعزيزات عسكرية وآلية إلى قدر يوسف بحماية المستوطنين وتأمين الحماية لهؤلاء المستوطنين الذين اقتحموا قدر يوسف في ساعات متأخرة من الليلة الماضية. كان برفقة المستوطنين الذين اقتحموا قدر يوسف عضو الكنيسة المتطرف سبي، ونتحدث عن هذا الاقتحام الذي يعني شهدته مدينة نابلس فيما وصلت تعزيزات عسكرية منطقة سرة وأيضا من منطقة رفيديا، وجود تعزيزات لحماية هؤلاء المستوطنين. بعد ذلك يعني نتحدث عن الإصابات التي وصلت إلى مستشفيات نابلس. قال الهلال الأحمر أن هناك إصابة برصاص في الحي في الصدر والظهر من مخيم بلاطة وصلت إلى مدينة أو إلى مستشفى رفيديا، ومن ثم أيضا قامت قوات الاحتلال بإطلاق النار على سيارة في بلدة عسكر بمدينة نابلس دون أن يكون هناك وقوع إصابات. إذن هذا ما حصل في مدينة نابلس يوم أمس من اقتحامات واشتباكات مسلحة بين المقاومين الفلسطينيين وأيضا ما بين جيش الاحتلال الذي أمن دخول حافلات المستوطنين إلى قدر يوسف. إذن ولاء، نريد أن نستعرض منك حول هذا الموضوع، إذا كان لديك أي تفاصيل، حيث تم إطلاق نار قرب حاجز الحمراء في الغوار بفلسطين، هل لديك أي تفاصيل حول هذا الموضوع؟ نعم، يعني خلال 24 ساعة هذه العملية الثانية الفدائية التي يقوم بها الفلسطينيين على الحواجز العسكرية وأيضا في مستوطنة. بالأمس كانت هناك يعني عملية في مستوطنة معالي أدومين التي تقع يعني على الأراضي الفلسطينية في منطقة العزرية. الآن نتحدث عن عملية مقاومة للفلسطينيين بإطلاق النار على سيارة للمستوطنين، أحدهما مستوطن والأخرى مستوطنة، وصفت إصابتهم بالطفيفة، ومن ثم غادر المنفذين هذا المكان. وبعد ذلك نتحدث يعني عن تشهد هذه المنطقة منطقة الأغوار حواجز عسكرية للبحث عن منفذي العملية على حاجز الحمراء في الأغوار الشمالية. نتحدث أيضا عن اقتحام لبعض أجزاء في مدينة نابلس وأيضا في مدينة جنين لقرية ميكيا وإنسوت وأيضا يعبد وعرابة للبحث عن منفذين هذه العملية الفدائية في الأغوار الشمالية. إذن شكرا لك ولاء السلامين مراسلة القاهرة الأخبارية، شكرا لك على كل هذه التفاصيل.